لو انت استلمت شقتك على الطوب الاحمر بالشكل ده وعاوز تشطب شقتك تشطيب صح، ايه هي اول خطوة صح تبتدي بيها؟ اهلا وسهلا بيكم في قناة ديكور على ذوقك، معاكم مهندس الديكور وائل صبحي. وأول مرحلة هي مرحلة التأسيس، ومرحلة التأسيس يعني أنا بأسس السباكة، بأسس الكهرباء، بأسس خطوط التكييف سواء كانت تغذية أو صرف. ومهم جدا يا جماعة إن أنا ما استرخصش في الخامات، بمعنى إن الخامات ديت لازم تكون خامات غالية، خامات معتمدة ومحترمة من شركات محترمة، لأن الخامات ديت بتتحط جوه الحيطة وبتتحط تحت السيراميك وبتكون مدفونة وما ينفعش إن أنا أغير فيها أو أصلح، لأنها بعد كده بتكون حاجة مكلفة جدا لو أنا عملت كده. وأول خطوة صح أبتديها في شقتي هي إن أنا أجيب صنايع السيراميك والسباك علشان الاتنين يكونوا مع بعض ويحددوا لي الشرب اللي أنا أمشي عليه في الشقة. يعني إيه شرب؟ الشرب دوت هو بيكون علامة بتلف الشقة كلها، بيحدد متر فوق التشطيب، واللي بيحدد الموضوع دوت بيكون السباك، لانه بيشوف اي مكان عالي او واطي في شغل السباكه بتاعه ايه هي اعلى نقطه، كمان بيكون معاه صنايع السيراميك علشان يحدد مستوى الشقه كله، وكمان بيحدد المستوى مع الشارع. ولو انت هتجيب الصنايعيه فهم هيعملوا الشغل دوت بميزان اسمه ميزان الخرطوم، هو اقل دقه شويه بس معقول وبيطلع نتيجه كويسه. لكن لو انت هتجيب مهندس الديكور المتخصص فهو بيشتغل بحاجه دقيقه جدا اسمها ميزان الليزر او ميزان القامه. مهم جدا قبل ما اشتغل في شقتي لازم تكون معايا لوحه توزيع الفرنتشر في المكان، كمان لازم تكون معايا لوحه الكهرباء. واول واحد بيخش شقتي هو السباك. يبتدي السباك يعمل شغل الصرف وشغل التغذيه. كمان السباك ما ينساش ان هو يتقابل مع فني التكييف علشان يحدد له الاماكن في كل مكان في الشقة اللي هيكون فيها تكييف ويحدد له نقط الصرف فيها. السباك وهو شغال بجيب عامل معايا بيبتدي ان هو يحط سلك شبك، خطوة مهمة جدا ان يحط سلك شبك على كل ما هو فاصل ما بين خرسانة وطوب، علشان بعد كده بعد المحارة وبعد الدهانات ما يحصلش تنميل في الشقة. الموضوع بسيط جدا مش مكلف، لكن علاج لموضوع هيكلف بعد كده كتير وهو موضوع الشروخ. بعد كده بيخش صنايع الكهرباء يبتدي ان هو يكسر مكان الشغل بتاعه في الحوايط، وبعد كده بيحط شغل المواسير، والصح ان هو يحط سلك شبك وبعدين يعمل شغل الاسمنت بتاعه. بعد كده يبتدي ان هو يدكك السلوك الكهرباء بتاعته وتيجي المرحلة اللي بعدها. يخش النجار علشان يركب حلوق الشقة ببان وشباك ويوزنهم بميزان المية، وبعدين يجي صنايع المحارة يبتدي ان هو يخلص الشغل بتاعه. ومهم جدا ان هو يشتغل في السقف بمادة اسمها كيمة زيت. المادة دي مادة صلبة جدا وصنايع الجبسون بورد ما بيشتكيش منها. ومهم جدا بعد المحارة ان انا اقفل شقتي لمدة اسبوعين لثلاث اسابيع علشان الحيطان كلها تخرج منها الرطوبة، وبلغة الصنايعية زي ما بنقول الشقة تعضم. وانا قافل شقتي بجيب صنايعي الالمونتال علشان يرفع كل مقاسات الشبابيك لو انا هعملها الالمونتال او بي في سي. بعد كده بيدخل صنايعي الجبسون بورد بيبتدي ان هو يعمل كل الشغل السقف المعلق بتاعه، كمان بيعمل شغل شاشة التلفزيون، وبعد كده بنبتدي نجيب الكهربائي مرة تانية، لان الكهربائي بيبتدي ان هو يأسس سقف الجبسون بورد ويبتدي ان هو يفتح الاسبوتات بتاعت الكهرباء، ولو في شغل للسماعات بيبتدي يعمل لها الامدادات الكهربائية اللازمة بتاعتها. بعد كده بنجيب صنايعي معجون الجبسون بورد بيبتدي ان هو يقفل على كل المسامير، بيبتدي ان هو يقفل على كل الفواصل بالشاش، كمان بيقفل كل الزاوية بحاجة اسمها ميتال. بعد كده كل المسامير بيدخلها لجوه وبيقفل عليها بالمعجون. والخطوه اللي بعدها مهمه جدا ان انا لازم اجيب النقاش علشان يدي كل شغل الشقه سقف وحيطان سكنتين معجون. سكنتين المعجون مهمين جدا
علشان وانا شغال في السيراميك مفيش اي رايش اسمنتي يلزق في الحيط. بعد كده بجيب صنايعي الرخام علشان يركب لي رخام المطابخ ورخام الحمام، ولو في اي درجة عشان انا بعمل مستويين يركب لي الدرجة دي. المرحلة اللي بعديها بيخش صنايعي السيراميك علشان يعمل الشقة كلها سيراميك، وبكده بتكون انتهت مرحلة الديرتي وورك اللي هي بنسميها مرحلة العجين، ونبتدي تشطيب شقتنا على نضيف. بعد كده بيدخل الكهربائي علشان يشطب الإنارة، بيركب كل البرايز وكل الفيش وكل الأجهزة اللي انت حضرتك هتشوفها في نهاية الفيديو لما تتابعنا واحنا بنتكلم على تأسيس كهرباء. وبعدين بيدخل الاسترجي علشان يدهن حلوق الباب، وبعد كده النقاش بيستلم الشقة علشان يشطبها التشطيب النهائي. واخر صنايعي هو اول صنايعي دخل الشقة بيكون السباك، وهو بيركب كل الادوات الصحية القابلة للكسر زي الحنفيات زي الاحواض زي قاعدة التواليت. وبكده بتكون شقتنا اتشطبت على المفتاح. تأسيس الكهرباء موضوع مهم جدا. اول حاجة في تأسيس الكهرباء صنايعي لما بيجي بيكتب لي كل الطلبات، اخد كل طلبات التأسيس والتشطيب وانزل علشان اجيبها من مكان رخيص جدا وهو سوق الكهرباء في مصر. ولازم يكون معايا لوحة لتوزيع الفرنتشر زي ما قلت قبل كده، كمان لازم تكون معايا لوحة الكهرباء علشان اعرف كل مكان في الشقة هيتحط فيه ايه، اعرف كل قطعة اساس هتتحط فين، واعرف المكان دوت احط فيه باريزة ولا احط فيه فيشة، وايه اللي هيتغطى وايه اللي مش هيتغطى. ومهم جدا ان انا اعمل كل شغل البرايز بتاعتي على الشرب بتاع التأسيس اللي انا اشتغلت عليه. كمان الصنايعي لازم يأسس في كل مكان في الشقة مخرج لفوق لسقف الجبسون بورد علشان بعد كده ما احترش في ان انا اوصل توصيلات كهربائية للسقف المعلق. ومهم جدا ان انا اكون معايا صنايعي التكييف علشان يقول لي على الاماكن اللي فيها شغل التكييف علشان اركب فيها باريزه خاصه في كل مكان. لازم يكون متاسس له في كل غرفه تكييف حتى لو انا مش هركب تكييف، علشان لو انا فيما بعد بركب تكييف ما ارجعش ان انا احتار او ان انا اكسر تاني. كمان مهم جدا ان في كل غرفه ان انا اساس مكان لشاشه التلفزيون، وكمان في الشاشه ديت لازم اركب فيها باريزه ولازم اركب فيها وصله دش ووصله انترنت، حتى لو انا مش هركب تلفزيون في الاوضه بس اعمل له مكان للتاسيس. ده مهم جدا علشان ما ارجعش اكسر او احتار بعد كده، او ان انا فيه اخلي سلوك ماشي على الحيطه وشكلها يكون مش لطيف. كمان الكهربائي لازم لما يخش المطبخ والحمام لازم ياسس فيش كتيره في المطابخ علشان الاجهزه اللي موجوده فيها الكتيره، كمان لازم ياسس للشفاطات. ومهم جدا في شغل المطابخ لو المطبخ بتاعي امريكاني ان انا اسس 2 شفاط، او على الاقل ان انا اسس شفاط واحد بس. الكلام دوت لو فيه هود، الهود ده بيكون متركب على البوتاجاز بيسحب لي كل الابخره وكل الادخنه علشان ما تطلعش للصاله او الريسبشن وتبهدل لي كل شغل الدهانات. وكل الشغل اللي موجود في الاوتيلات الكبيره والفاخره بيكون جنب السرير مفتاح اسمه مفتاح ديفيتير. غرف النوم لازم جنب السرير يركب لي مفتاح اسمه مفتاح ديفيتير. المفتاح دوت لو انا دخلت الاوضه ونسيت اطفي النور بدل ما اقوم من على السرير بتاعي، فانا ينفع ان انا بكل بساطه ان انا ادوس على الزرار اللي جنب السرير فالنور يطفي. كمان ما تنساش تاسس لجرس باب الشقه، ولو انت عاوز تعمل انتركم مرئي، الانتركم المرئي هو ان انت ممكن تشوف مين اللي على الباب بره، كمان ممكن ان انت تفتح لاي حد من تحت البوابه بضغط الزرار من غير ما انت تنزل تحت. وينفع كمان ان هو يركب الخلية الضوئية. الخلية الضوئية تتركب في الحمامات، كمان بتتركب على السلم. الخلية الضوئية لو انا نازل وهي شافت وكسرت شعاع الليزر فهي بتنور لمدة 5 دقايق، فبدل ما ادخل وانور مفاتيح فينفع ان انا انورها اوتوماتيك وهي بتفصل اوتوماتيك بعد 5 دقايق. وما تنساش تأسس لكاميرات المراقبة، لأن كاميرات المراقبة بقت موضوع مهم جدا وضرورة ملحة، لأنها بتحمي حياتك وحياة أولادك من السرقة. وزيادة في الرفاهية والتكنولوجيا، أنت ممكن تركب حاجة اسمها سمارت هوم سيستم. سمارت هوم سيستم
هو سيستم موجود. السيستم دوت لو حضرتك خارج البيت فانت بالموبايل وعن طريق الانترنت تقدر ان انت تعرف مين موجود في بيتك بكاميرات المراقبة. تقدر كمان ان انت تطفي كل الاضاءات او تفصل الكهرباء بالكامل او تتحكم في الغاز. مهم ان انت بتتحكم في الشقة بالكامل وبتكون الشقة كلها في امان تام. كمان لو في حد حاول ان هو يكسر الشقة فانت بيجي لك تنبيه على الموبايل ان في حرامي دخل الشقة او في دخول غير مشروع. وفي نهاية الفيديو لو انت استفدت من الفيديو ياريت تعمل لي لايك وشير، اشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مننا كل جديد. اشوفكم على خير في الحلقة الجاية بإذن الله. سلام.